عاوز اقول لكم ان بعد ما صورت الحلقة 30 دقيقة انا بصور بموبايلين، موبايل بعمل عليه الصوت وموبايل بصور بيه الكاميرا يعني الفيديو، نسيت اشغل المشغل بتاع الكاميرا وتصور كله صوت مع زاوية تانية للكاميرا، يعني بعمل زاوية تانية عشان خاطر لو انتوا قريتوا الحلقات اللي فاتت يعني بحاول اعمل زاويتين كده في الاداء، مفيش الا الكاميرا بس الزاوية التانية كده، الكاميرا الاساسية الزاوية الاساسية ما كانتش بتسجل. صدمة يعني، أنا قاعد مصدوم بعد 30 دقيقة تصوير، يعني الحلقة هتصفصف لها مثلا على 25 27 دقيقة، حلقة تحليل عبقري ما تصورتش الكاميرا الأساسية، ما صورتش، مش عارف، مصدوم، مش عارف أنزلها كده ولا أنزلها صوت بس ولا أعمل إيه بصراحة. يعني التمثيل مدرستين، أول مدرسة اللي بيعتمد على الكاريزما بتاعته وأداؤه، فتقريبا بتلاقيه في كل أدواره هو نفس الشخص بالظبط، هو بيخلي الدور على مزاج كاريزمته هو، ودي ناس كتيرة جدا متميزين بيها ونجوم كبار وأسماء كبيرة جدا وعالميين وبشكل كبير. المدرسة التانية بقى وهي اللي بيتلون على الشخصيات، اللي هو حرفيا مش هتحس إن هو نفس الشخصية اللي بتاعته، وده اللي احنا بنعصره في مسلسل العبقري. متوقعين ان انا هتكلم عن اراس بلوت انيميلي بس، ولكن لا، الثلاث شخصيات الاساسيه معانا اراس بلوت انيميلي وغور بولانت وطنار اولمز، ثلاثه بيتلونوا بالفعل حرفيا ادوارهم في المسلسل ده غير ادوارهم السابقه خالص، واتحداك ان انت تكون لمست دورهم الا اذا كانت في غور بولانت، وده اللي هنعرفه دلوقتي. فيلا بينا نطبق لاراس بلوت، يلا بينا نبدا في تحليل الحلقه الاولى من مسلسل العبقري. طبعا مسلسل العبقري غني عن التعريف ان احنا نقول بطولة مين او نختصر القصة مرة تانية، فخلينا ندخل في تحليل الحلقة مرة واحدة. المقدمة ولا اروعها من مقدمة، وده لعدة اسباب كبيرة جدا. مبدئيا كده هو اسم المسلسل العبقري بيتكلم عن واحد عبقري الرياضيات، فجاب لك ايه اللي بيميزه وهو عبقريته في الرياضيات، فاول مشهد كده بيبين لك ايه هي عبقريته في الرياضيات اللي موجودة معانا. ومش بس كده، ده المقدمة دي عرفتنا شخصية البطل بتاعنا في يعني في دقايق معدودة كده، عرفتنا ان هو واثق من نفسه جدا جدا مهما كان، عرفتنا حبه الاسماء وبشكل كبير ليها شريكة حياته اصلا، لدرجة ان هو فضل مستنيها قبل ما يعمل يعني قبل ما يبدأ يكتب المعادلة بتاعته، لا فضل مستنيها انها تيجي الاول رغم كل يعني الاستهتار بيه اللي حصل بسبب انتظاره، ولكن بيستناها. فعرفتنا قد ايه حبه لاسماء والشخصية المفضلة اللي معاه او شريكته اللي هتكون معاه في المسلسل، ثقته في نفسه الكبيره جدا اللي لدرجه اللي هم يعني اتريقوا على فقره واتريقوا ان الجزمه بتاعته عليها متوسخه يعني من الاخر، فبعد ما ابهرهم جميعا امسح الجزمه بتاعته بالاسيق، فدي ثقته في نفسه بشكل كبير. كل دي حاجات استنبطناها بس من مجرد يعني المقدمه بتاعه المسلسل بس كده، اللي هي البدايه هو بيشرح الحاجه. طبعا نسينا نتكلم عن الانترو الرائع اللي بيدي اجواء حلوه جدا للمسلسل، والموسيقى التصويرية تويجار رهيب، خلاص ده حاجة أساسية خلاص، يعني تويجار اللي بيعمل الموسيقى راجل كده مفيش منه بصراحة، يعني الموسيقى التصويرية روعة بتاعت المسلسل. الأداء في المشهد الافتتاحي ده كان ولا أروع، مع حركة العين والأداء الإخراجي كان أفضل من الأداء التمثيلي في المشهد ده. شفنا حركة العين، طبعا عبقري الرياضيات فطبعا لازم تكون عينه سريعة، إن هو بيعمل بيحل معادلات بسرعة، وكل ده بينهولك، وتعدد الشخصيات في المشهد الواحد ده كانت كلها حاجات إخراجية ولا أروع، وحركات الكاميرا وزوايا الكاميرا مع نظرات اراس بلوت انيميلي الرائعه واداؤه الرائع طلعوا لنا مشهد افتتاحي ولا اروع. اللقاء الصحفي اللي جه بعدها لقاء صحفي برضو اخراجيا ولا غلطه، فحرفيا اللقاء الصحفي ده ربط لك الماضي والحاضر بشكل كبير جدا، فعرفك قد ايه ان ديفران متعلق بابوه بشكل كبير، وان ابوه استغل ديفران في طفولته ان هو كان بيستعمل ذكائه في ان هو يكسب يعني في الالعاب القمار معاه، فاستغلاله، وفي نفس الوقت ان هو عايز ان هو يعني التعلق الكبير بانه بشكل كبير، وهو بيجيب سيره ابوه ان هو عايز يلفت نظر ابوه بشكل كبير، وفي نفس الوقت ان هو قاعد بيدور على اسماء. فخلونا كده نشوف تعريف شخصيه اسماء ايه كان موجود معانا اللي هم نزلوه، عشان ده مهم جدا هيساعدنا كتير جدا في الاحداث اللي جايه. تعريف الشخصيه اللي نزل على الحساب الرسمي بيقول لك اسماء التي تكافح في
الأمريكان في عائلتها العميقة. على الرغم من ذكائها العالي وقدرتها على التعليم، هي المفضلة في الحي بجمالها، ومع ذلك كان قلبها ينتمي لديفران فقط منذ طفولتها. المرأة التي نشأت في أسرة بلا حب هي نقية، ولكن لديها قوة عظيمة بداخلها، لذلك الحب هو الملجأ الأقوى ضد كل الألم. ده كان تعريف شخصية أسماء، وبالفعل هما الاتنين بيحبوا بعض جدا. وهو كمان لما في اللقاء الصحفي قال لك أنا هروح أمريكا، قال لك في معايا بلس وان، لو راحت أمريكا أنا هروح أمريكا، اللي هو يعني مش هيتحرك من غيرها نهائي. بنشوف بعدها تأثير ديفران في الحي وقد إيه إن هو محبوب جدا في الحي، فالكل بيحبه. طبعا المشهد اللي دخل على صديقه والرقصة فكرتنا برقصته مع شينول، ولكن اتحداك زي ما قلت ان انت تلمس شخصية ياماش في شخصية ديفران، مش هتلاقي شخصية ياماش في شخصية ديفران ابدا، وده اللي احنا هنتكلم فيه وهزبته لك على مدار الحلقة. بيروح للاب المعنوي بتاعه ويعتبر الاخ الكبير ليه، او هو اتخذه كاخ كبير ليه، هو علي حيدر. وعلي حيدر ده بقى هو تأثر بيه بشكل كبير لدرجة ان هو ذكر اسمه برضه في اللقاء الصحفي، وقال لك ان هو بيساعده بشكل كبير، وان هو مش معلم رياضيات، لا ده هو يعني مؤرخ، راجل محب للتاريخ جدا. وعلى فكره يعني الكلام ما بينهم كده والمحادثه اللي ما بينهم قويه جدا، هنربطها كلها باحداث الحلقه او احداث القصه كامله. بس في الاول خلونا كده نشوف مع بعض تعريف الشخصيه بتاعت علي حيدر اللي نزل معاه ونحللها برضو كده. بيقول لك الفيلسوف الغامض للحي، معلم ومرشد ديفران، وشفنا اثره بشكل كبير عليه في يعني في الاحداث. الحته دي بقى حلوة جدا، بيقول لك راوي الحكايات والأساطير القديمة لا يتخلى أبدا عن الخطأ الحقائق التي يؤمن بها، ستكون تعاليمه أعظم دليل لديفران لتشكيل مصيره. التعريف ده مهم جدا، خلينا أقولها لكم تاني، ستكون تعاليمه أعظم دليل لديفران لتشكيل مصيره. يعني احنا شفنا ان هو بيتكلم معاه وبيحكي له كل حاجة، وشفنا بقى ان هو بيحكي له قصة. القصة دي مهمة جدا جدا، فهي مربط الفرس في الأحداث، وكأنه بيحكي القصة على الواقع اللي هيحصل له، وهي الحرب بين طوفان خان وأبوه، وإن هو أبوه رماه قدام الأعداء والأعداء أثروه، ولكن بيرجع الابن تاني وبيسأله، وفي واحد فيهم بيصاب بسهم، فبيقول له مين اللي بيتصاب، الأب ولا الابن؟ يعني مين في الآخر اللي بيخسر، الأب ولا الابن؟ وما كملوش القصة، قال له اقرأها. فده بقى اللي احنا هنشوفه على مدار الحلقة وعلى مدار أحداث المسلسل ككل، هي تنفيذا للقصة دي، وهنتكلم عنها في المشهد الأخير دلوقتي. بس خلونا نتكلم مشهد مشهد كده بالترتيب مع بعض. فهو بيأثر على شخصيته بشكل كبير، وبيقول له انت يعني في البداية كده بداية الحكم بقى، بيقول له انت مش لازم تستخدم عقلك او تكون ذكي عشان تستغل الانسان، لا انت ممكن تستغل الانسان لمجرد انك بلا ضمير فقط لغير، فعشان كده تقدر تستغل الشخص الانساني يعني. وفي نفس الوقت هو يعني اكتر واحد فهمه، فقال له انت لا يهمك مليون دولار ولا يهمك اي حاجة خالص، انت كل همك انك تلفت نظر ابوك. وبالفعل هو كان عايز يلفت نظره، يقول له انا الاذكى منك، انا موجود وانا الاذكى منك، ويعني يلفت نظره بشكل كبير جدا لانه متعلق بيه. فزي ما قلنا الحلقات السابقه، هي مش بس قضيه انتقام، لا ده قضيه اثبات ذات كمان، ان هو انا بقيت احسن منك من غيرك. وهنشوف بقى وقع القصه اللي قالها له دي على بوران بالظبط، الاخ الاصغر لديفران. نقطه مهمه جدا برضو، اداء أراس بلوت إنيميلي وردود أفعاله على القصة، هو بيحكي له على القصة، لهفته في سماع الأحداث، وش تعابير وشه رهيبة، تعابير رهيبة، الراجل لهفة أراس بلوت إنيميلي في حتة تانية يا جماعة، رهيب 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 يعني. بعد كده بياخدنا الأحداث لإسكندر، إسكندر الأب المحتال، وبنشوف إن هو الراجل بقى محتال وبشكل كبير جدا، وبيحاول يحتال على رئيس عصابة. فخلونا نقرأ كده تعريف شخصية يعني اسكندر نفسه عاملة ازاي، وبيقولوا لنا عنه ايه، بيحكوا لنا عنه ايه هما كتاب العمل. ماكر وذكي، الشيطان يتلاعب بالجميع بريشته، لا يرى الا المال، حياته كذبة، الحقيقة الوحيدة هي ايسل، ويقول اذا كنت اكذب فليطلق النار علي هنا، يوما ما سيقبل احد هذا التحدي. فعلا مفكر ان مفيش حد اذكى منه، مغرور، ما بيعملش اي حاجه غير لمصلحته، وايسل قالت كده، وفي نفس الوقت ديفران قال كده، وفي نفس الوقت جسور قال كده. وهنتكلم برضه على مدار الحلقه واحده واحده عن اثبات التعريف القوي ده. بيتورط مع واحد اسمه حاكم، يعني ده رئيس عصابه او يعني من عيله، بنعرف ان هو حاكم ده مصيبه لوحده، فهو شركته بتفلس، وفي نفس الوقت ان هو عيلته عيله كبيره، فيعني التعريف الشخصيه بتاع حاكم قوي جدا،
جدا، وهو عرفنا بنفسه في البداية كده، يعني تعريف قوي جدا. بيقول لك هو محاصر بين والده واخيه، اخوه ده اصلا تهمة لوحده كأداء تمثيلي، يعني لسه ما ظهرش بس هيظهر يعني، وهو وريث الماضي المظلم يبرز بقسوته في المعركة من أجل السلطة. تأثرت كل خطوة قام بها بالغضب تجاه عائلته ورغبته في إثبات نفسه. لا أحد آمن في عالمه المظلم. من تعريف الشخصية من الواضح أنه هيكمل معنا في الأحداث، وأن أخوه هيدخل في الأحداث، وأن أبوه هيدخل في الأحداث. فغالبا كده ممكن يكون الموسم الأول العداوة مع العيلة دي، هيحصل عداوة معهم، أو هيحصلوا هم بشكل كبير جدا في الأحداث، ويأثروا بشكل كبير جدا في الأحداث، ممكن موسم كامل، لأن الوصف اللي قالوه ده وصف دقيق جدا وبشكل كبير جدا. فإسكندر بيتورط معاه أنه هو بيسرق من فلوس عشان خاطر يبدأ بها عمل كبير جدا وبيورطه، ولكن ما يعرفش ان هو بيتورط مع واحد يعني قاسي جدا جدا. انا عجبني جدا تمهيد الاحداث بشكل كبير، فهم مهدوا الاحداث بطريقة صح جدا. بعدها بينتقلوا معانا لمشهد العيلة والطاولة بتاعت العيلة وهم قاعدين مع بعض، وشفنا قد ايه ان تأثير دفران قوي جدا مع العيلة بتاعته، ان هو بيحب العيلة بتاعته والعيلة كلها بتحبه، وكلامهم بشكل كبير جدا عن دفران، كلام يمان الاخ، ويعني قال له ابي في الاحداث، مش عارفين هو الاصغر ولا الاكبر، او غالبا هو هيكون اصغر منه، ولكن يمان ما درس، يعني عرفنا ان هو مش متعلم وخلاص شغال في الميكانيكا، والراجل بقى اسطى كبير جدا. يعني كلامه ان هو ما كسبوش بس مليون دولار، الفلوس مش فارقه، هما ما كسبوش مليون دولار ولا حاجه، بس هما كسبوا احترام للناس. والدته اللي كانت بتخدم في البيوت وبتنظف في البيوت، يعني ان دفران كده عمل لها ايه، ما خلى الناس كلها بتقابلهم، الناس كلها بتمجدهم، الناس كلها بتعمل عزومة على شرفهم اصلا، يعني فانهم كسبوا اكتر من مجرد مال، ودي كانت حاجة قوية جدا وحاجة حلوة جدا. فخلونا نقرأ التعريف بتاعت الشخصية دي، لان الشخصية دي اكتر شخصية غامضة بالنسبة لي، والتعريف ليها مشوقني وبشكل كبير جدا. يعني عايز اقول لكم انها هيبقى فيها وراها مفاجآت كتيرة جدا في الشخصية بتاعت يمان. بيقول لك العضو الاكثر هدوءا والاقل وضوحا في العائلة، فعلا هو مش واضح خالص، وراها حاجات كتيرة جدا، انه بعيد كل البعد عن انضباط فرمان، فواضح جدا ان فرمان منضبط يعني، وعبقرية دفران، لكنه يتمتع بمواهب لم يشاهدها احد في عالمه من قبل، ان شغفه بالسيارات وحبه للموسيقى هما الشيئان اللذان يدفعناه دايما الى الاستمرار، بينما يعتقد الجميع انه فاشل. هناك عالم مختلف تماما داخل اللي هو يمان، يعني ينتظر من يكتشفه. وعرفنا كمان ان هو ما درس، فانا بس بشوف الوقت لقيت طولت، لحد دلوقتي انا لسه ما كملتش ربع الحلقة و15 دقيقة، نحاول نعلي الريتم، بس لازم نتكلم عن الموضوع بشكل موسع يعني. فهو يعني الراجل عالمه لسه مش واضح، وطبعا الام اللي هي اختارت انها تربي البيت وانها تربي الاولاد بعد ما سابها، والجدة اللي ابنها باعها وسابها مع الكنة بتاعتها مع جوز مع مراته وسابها ومشى، فيعني العيلة كلها كده كانت جماعة مبهورة. وبنشوف كلام الاخ الاكبر كمان فرمان، ان الواضح ان هو حتى الان لسه مغمور، من الواضح ان هو حتى ما يعرفش ابوه. فخلونا برضو نقرا شخصيه فرمان كده، عشان انا يعني الشخصيه برضو مش واضحه. كان طلع اشاعات كتير جدا ان هو في السجن، بس ما فيش اي حاجه، لان هو شغال شغل عادي. لما بيقول لمامته في المشهد الثاني بتاع العيله، لما بتقول له انت شايلنا، فقال لها ليه، ما فلوسي مرتبي على مرتب يمان على معاش جدتي شايلين البيت على كتفنا. فدفران بيتعصب وبيقول لها لا ده يعني احنا ممكن انا اشيلكم كلكم على كتفي عادي يعني. هو شخص بدا ان يكون ابا لعيلته في سن مبكر، ونشأ في شعور بالمسؤوليه، هادئ وكريم وبعيد، انه يحمل عبء التواجد في ظل دفران، ولكن هناك قوه عظيمه تحته، بركان يخفي قوته وطموحه، جاهد للانفجار. فدي حاجه قويه جدا. احنا شفناه على الطرف بتاع اسكندر في الطاوله الناحيه الثانيه، بس حتى الان مش مدي ولا حتى التعريف بشخصيته مدي ان هو هيكون في جانب الشر تماما. فيعني هو ده براعه البوستر، يعني ان هم كل حاجه عكس ما كنا شايفينها تماما، عكس ما كنا متوقعينها. حتى الحلقه احداثها والاعلانات هي مش اعلانات للحلقه الاولى فقط، اعلانات لكذا حلقه كمان. وبنعرف ان جيلان هي فاكهه العيله، البنت الصغيره فاكهه العيله، اللي اكيد العيله كلها هيحبوها، واللي اكيد هيبقى مشاهدها زي ما قلنا فاكهه المسلسل كده في الاحداث اللي جايه. علاقه اسماء بدفران علاقه قويه جدا وعلاقه عميقه جدا، فهي بترفض عرسان كتير عشانه، وهو بيسعى بكل الطرق ان هو يتجوزها، لكن في عائق كبير جدا، وهو ان ابو اسماء بيكره دفران كره العمى زي ما بيقولوا. ده لعده اسباب، اهمها ان دفران كان السبب ان هو بيعرض، ظهر شافه بيضرب اسماء وكسر ايد اسماء، ف
فعمل له اصابه ما جابوش ما وضحوش بس هو كان السبب في اعاقته. وفي نفس الوقت ان كمان اسكندر نصب عليه، نصب على ناس كتيره جدا ونصب على ابو اسماء منهم، فعلاقتهم قويه وحلوه جدا كمان، عجباني وعجباني المشاهد ما بينهم هما الاثنين. الشخصيه الثانيه اللي بالنسبه لي من الشخصيات الغامضه واللي حتى الان اسمه الثالث يا جماعه، يعني تنار ألماز بحجم تنار ألماز ان هو يقبل يبقى الثالث بعد اراس بلوت إليميني، هو يعني بيظهر مع غور بولاند كده الثاني او الثالث بس ايا كان، يبقى معنى كده ان الشخصيه دي وراها كتير جدا هيحصل، وراها حاجات كتيره جدا هتحصل. الشخصيه اللي ما بيثقش في حد، الشخصيه اللي يعني اللي واخد من ابوه، المحتال. شفنا في دقيقتين بس ثلاث شخصيات لتنار ألماز، ثلاث شخصيات لجاسور، شخصيه العادي راجل هادي وشخصيه ضابط وشخصيته الاساسيه بقى، يعني الراجل بيتلون على الشخصيه بشكل كبير جدا. اتحداك ان انت تقدر تطلع لي الدكتور طبيب المعجزه او الشخصيه بتاعته في مسلسل كريتشر مثلا المخلوق، شخصيات مختلفه تماما، عبقري. انا بحب الممثل ده جدا ومتوقع منه يعني منتظر منه الكثير والكثير كمان. يعني الموسيقى التصويريه تاني وثالث ورابع يعني لازم اتكلم عنها طول الحلقه، وعلاقه جاسور بابوه، الراجل ما بيثقش فيه اصلا. حتى خلونا نقرا كده، يعني جاسور بيقول لك ابن اسكندر وايسل الاخ غير الشقيق لدفران، حيوي اتعلم الكثير، عليه انه يحمي نفسه حتى من ابوه، ذكي وبريء وبيجرب كل الطرق من اجل البقاء وفي حاله تاهب دايما. من يستطيع ان يثق في شخص نشا مع انعدام الاب؟ الراجل ما بيثقش في ابوه، سرق حتى ابوه، ومواجهته بابوه بكثيره جدا ان هو مستغرب حتى ان هو سلم بوران اللي هنتكلم عنه دلوقتي، مستغرب حتى ان هو ابوه يعني عارف ان ابوه قذر، عارف ان ابوه شيطان، وده بيخليه يتعاون مع اعداء ابوه، ده اللي هيخلي فيه احتمال كبير جدا ان يتعاون الشقيقان. بس خلينا نتكلم وناخد الحلقه واحده واحده. بوران طبعا التمهيد لشخصيه بوران في عالم، هو راجل مراهق بيحب واحده من طبقه عاليه، هو فقير اللي بيلبس احذيه يعني مقلده، بيلبس هدوم مش احسن حاجه، مش هدوم غاليه، راجل متعلق بواحده مش شايفاه خالص بسبب فقره، بيتجرح منها بالهديه اللي بيجيبها لها انها مش من قيمتها اصلا وانها مش من ذوقه، كل ده تمهيد للي هيحصل بعد كده، مش لحبه للمال، لا ان هو الراجل عايز يبقى احلى، طفل عايز يبقى احسن في مكانه اعلى من ده، فده بيخليه ان هو بيسعى ورا ابوه وبيروح لابوه في وقت ابوه كان محتاجه فيه جدا. اسكندر اللي ما كانش قاصد ان هو يضحي بيه، لا اسكندر كان عايز يعلمه درس ان هو انت ما تروحش لاي حد كده تفتح له قلبك وتثق في حد بسهوله، هيديك فوق دماغك حتى لو ابوه. فانقلب الدرس لدرس الاسكندر وبيتم قتل بوران رغم تحذير اخوه ليه، رغم تحذير دفران الشديد ليه ان هو يعني اخوه ده هيوديك في داهيه هيبهدلك مفيش فايده، ما بيسمعش كلامه، فرغم التحذير ليه الا ان هو راح برضه وبيتم قتله وهو بيتقتل حسرته كده. والمشهد الرائع الرائع يخرب بيك كده، رد فعل لاراس بلوت انيمي يا جماعه شخصيه دفران في موت بوران، يعني احنا شفناه في موت سليم، شفناه في موت كمال، شفناه في موت كتير جدا، شفناه في موت سنه في الحفره اللي يخرب بيت، لا اداء مغاير تماما لكل ده، ده اللي بتكلم فيه، شخصيه تانية خالص. ما يعني انا طول الحلقه ما لمستش يماش كشوفالي في مشهد واحد، حتى المشهد اللي فكرني في الحفره المشهد الرقصه مع شينول، ما لا مختلف، شخصيه تانية فعلا، ده دفران، ده واحد تاني خالص. قولوا رايكم برضو في الكومنتات، وقولوا لي هل فعلا انا بافور ولا لا، عشان في ناس بتتهمني بالتطبيل لاراس بروت انيملي، فين التطبيل يا جماعه؟ المشهد رائع، الراجل حزن عليه حزن، لا رائع. وهو يعني برضه اغمى عليه، ده طبيعي رد فعل هو بيعمل، خصوصا ان هم بيركزوا على دواء بياخدوا حتى وقت، ده مسكن بقى ولا ايه، ده حاجه هنعرف عنها في الحلقات اللي جايه برضه. وبرضه الوحمه اللي وراه دي وحمه حرقه، وانا اتوقع انها ممكن تكون حرقه من الاب، لان هو كل ما يعني بتوتر بيحط ايده عليها لو لاحظتم كده برضه يعني. فكان المشهد ولا اروع، حاجه روعه، اللي هو انا فعلا بكيت ما قدرتش امسك دموعي منها، ان هو رد فعله على موت اخوه وهو بيقول له لا ما تجيش، فكرني بعليشه جال ما جال ما كان ما تجيش ما ايا كان، فلا جال ما باكبا باكبا باكبا
المشهد كان ولا اروع، عمل ميكس كده من شخصيه عليشو، فلا كان حاجه روعه اتاثرت بيها وبشكل كبير جدا. اداء رائع والموسيقى التصويريه، يعني احنا قررنا الموسيقى التصويريه دي كتير جدا جدا، فالموسيقى التصويريه ولا اروع. خلونا نتكلم عن مشهد برضو عجبني اخراجيا جدا، هو مشهد المطعم لما راح مع اسماء يعني دفران وضرب الراجل بذكائه بعقله. فهو السيناريو الاول الاخراج كان فيه ورا اروع ولا اروع. في ناس قالت لي على فكره ان انا بطبل وبسبب المشهد ده، يعني مع احترامي الشديد لرايك، بس ده احنا بنشوفها في السينما العالميه والمسلسلات العالميه ومحدش بيتكلم، بس المشهد رائع. السلو موشن في الاخراج، هو بيعمل السيناريو في دماغه هيضربه ازاي، وبعد كده التنفيذ بالتصوير العادي بقى، لا كان ولا اروع يا جماعه. لا انا انبهرت، الاخراج رائع، المخرج مبدع مبدع. خرجنا من ثوب سنان، المخرج سنان، جالنا مخرج تاني ولا اروع. طبعا مخرج المشهد الاكشن هو كمال في مسلسل الحفره، احنا عارفين ده تمام، اخراج رائع جدا ليه، بس حركه الكاميرا مع الذكاء مع كل ده كله، ده الاخراج كله، ده كله برضو مع من المخرج الاساسي، فدي كانت حاجه قويه جدا برضو. ومشاهد ولا اروع، الاخراج كان تحفه. يعني نيجي بعد كده بقى ان هو يعني زي ما قلنا شفنا بقى شخصيه جسور، وان هو حتى يعني باع ابوه قبل ما يبيعه، باع ابوه عشان خاطر نفسه، عشان خاطر مصلحته، انه قال له انت هتتضرر انت كمان فباعه، ولكن بيكتشف ان هو يعني السبب في موت اخوه. ما شفناش رد فعله، بس شفنا رد فعل الاسكندر ان هو اتدمر، ان هو قتل ابنه، ولكن بنشوف الشيطانه اللي بتوسوس له، ايسل بتوسوس له بشكل كبير جدا. يعني ده كله هي السبب في كل اللي هو فيه ده. ضحكت عليه في البدايه، خلته سرق ذهب امه وباعه وراح يعني معاها واتجوزها وخلف منها، ومن الواضح انها لها ابنه، فمن الواضح انها يعني ما اظنش انها تكون بنته هو، بس ممكن تكون بنته، ده لسه ما وضحوش، بس من الواضح انها بنت ايسل يعني. وانها بقى دي الشخصيه الاخيره معانا اللي هي امرا اللي هي بيتكلموا عنها، تعال نقرا برضه، انا حابب اقراها. انها كانت بتخلص له اعماله القذره برضه، فخلونا كده نقراها برضه معانا. الشخصيه بتاعت شخصيه امرا عاطفيه وحره، عن بتذهل الجميع بذكائها وجمالها، محدش يقدر يحل عندها سر، محدش يقدر يحله يعني. من الاخر بتعيش الحياه كلعبه وما بتترددش في تجاوز الحدود، يعني من الاخر انها ماشيه بتحكم ومنفعله، ويعني وغالبا هتكون هي ابنته المعلويه، يعني ابنته المعنويه. شفناها اللي هي قاعده على الطاوله لا تبالي للعيله من الاخر يعني. فالشخصيه دي برضو لسه ما ظهرتناش لها كثيره، بس هو مهد للشخصيات كلها وبشكل كبير في الحلقه، ودي كانت رائعه جدا. يعني يا ليتني يا ريت سمعت كلامك ده، يعني برضو ده حاجة علقت معايا كان لازم نتكلم فيها. والمشهد الرائع برضو بقول تاني، مشهد رائع لدفران في رد فعله على موت اخوه. بنشوف ان بعد 40 يوم بيخرج راس يعني او دفران بقى من قطه بعد صدمته بشكل كبير، بس كان يعني مخليه شعره ميسي شوية، دقنه طولت، ما علينا من الحاجات دي. وبيركزوا عن الدواء كمان، فممكن يكون ان الدواء ده مهدئ، بس اكيد هيكون ليه عامل كبير. وبنرجع بقى للقصة الاساسية اللي حكوها، وبيسألوا الاب ولا الابن اللي خدوا السهم تاني، وعلي حيدر بيقول له لا، ان الاب هو اللي بيعمل. بنشوف ان هو هيواجه ابوه، هو الوحيد اللي هيقدر يواجهه. بنشوف ان هو بيروح لاصدقاء ابوه تاني اللي كانوا يعني سجنهم، عايزين ينتقموا من ابوه برضه عشان يعرف ابوه فين. لقاه بنى في قبرص مالها ليل كبير جدا ومقمره كبيره جدا، وبيقول هو الوحيد اللي يقدر يواجهه، هو الوحيد اللي يقدر يهزمه، وهيروح يواجهه على الطاوله وهيحاول ان هو يواجهه. ولكن المشهد الاخير ده حصلت احداث عشان يقدر يوصل له، اللي احنا هنشوفه بقى في الحلقات اللي جايه. بنشوف ان هو قاعد قدامه في الطاوله وهو لسه ما عرفوش، بس شك هيشك فيه مين هو ده، ظهر هيسبب له خسائر كتيره جدا يعني. بتنتهي الحلقه في المواجهه الرائعه دي، والمواجهه دي هتكون قويه جدا جدا في الحلقه اللي جايه. حلقه ولا اروع، ملخصا الحلقه كامله متكامله من جميع الاركان، كل الارقام بتاعتها رائعه، مهد لك للاحداث بشكل رائع، مهد لك للشخصيات بشكل رائع، ضرب فتيله كده، ضرب نار الشرارة اللي هتجيب الاحداث كلها ارض ارض، يعني حاجه ولا اروع. حلقه اديها 10 من 10 بامتياز، حلقه قويه فعلا، 10 من 10 بامتياز. يعني ما فيش بعد كده، مهد الاحداث كلها، عرفك بكل الشخصيات، كل الدوافع بتاعت كل الشخصيات، واللي ما جابلكش كامله جابلك طروف خط منها تقدر انت تسرسبه بشكل كبير براحتك. فبصراحه
عجبني جدا الاداء بتاع المخرج المؤلف داملة، طبعا مؤلفة اجزاء من الحفرة، التمثيل ولا اروع من الجميع. لا اتحمست بشكل كبير للمسلسل، يعني مسلسل قوي وبشكل كبير جدا جدا. بالنسبة للاعلان فيعني مش حابب اتكلم عنه بشكل كبير دلوقتي، في يعني نستنى اعلان كمان عشان خاطر نتكلم بشكل موسع، لان برضه حتى انا شايف ان الوقت عندنا وقت طويل جدا في الحلقة دي، بس كان لازم نتكلم عن كل حاجة بالتفصيل عشان خاطر نستعد للحلقات اللي جاية، الحلقات القوية. بس ملخص الاعلان ان هو دفران هيستلم فلوسه ويبقى خلاص غني، هيجيب عربية، الراجل هيسافر قبرص عشان خاطر ينتقم من ابوه، يروح يقعد معاه على الطاولة، هيسبب له خسائر، هيعوز يعرف هو ده مين، هيبدأ يتمشى يروح يعرف مين، يكتشف ان هو دفران، يكتشف ان هو ابنه، تبدأ المواجهات. ومن الممكن يكون في طريق دفران ان هو ينتقم ليه هيلاقي ايه، يعمل تعاون مع حاكم ده، هنشوف هنعرف يعني، كل ده هنعرفه في الحلقات اللي جايه. في انتظار الاعلانات التانية هنتكلم عنهم كلهم بشكل موسع. ده كل اللي عايز اقوله في حلقتنا النهارده. يا ريت تقول لي رايك ايه في الكومنتات، ويا ريت لو تعمل لايك وشير الحلقه، ويا ريت انت مش مشترك تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل. وما تنساش تتابعنا على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تيك توك، واشوفكم في حلقه جديده باذن الله.